السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة ملح وحلو للأخت سمية. أولا حبيت نهنيكم بشهر رمضان الكريم، نقولكم نتوما بالصحة والهنا وإن شاء الله ينعاد عليكم كل عام. الوصفة تاع اليوم حبيت ندير بغرير صالي، بغرير مالح، واللي هي عبارة عن مقبلة ولا كسلطة خفيفة. عندي هنايا المقادير كالتالي. لولا نبداو بعجينة تاع البغرير، عندي 2 كيسان سميد يكون رقيق، هنايا الكاس تعبري على حسب افراد العائله، تبغي ديري كميه كبيره تبغي ديري كميه صغيره. اذا حبيت ديري كميه كبيره ما عليك ديري غير كاس كبير. عندي هنايا نص كاس فارينة، عندي نص مغرف سكر، مغرف كبيره، مغرف صغيره خميره تاع الخبز والملح على حسب الذوق. عندي لافاكس، واش عندي انايا غادي ندير سلطه تاع ماسيدوان. عندي هنايا درت رز مغلي، درت خضره مغليه مقطعه صغيره، درت بطاطا زروديه والجلبانه، عندي هنايا قطع طماطم وقطع الزيتون. يعني الحشوه تبقى اختياريه، ممكن تاني ايضا ديريها بالدجاج ولا بالفيونداشي ولا اي حاجه عندك. عندي للتزيين فرماج غابي. نبداو طريقه التحضير. عندي هنايا خلاط كهربائي، راح نضيف السميد تاعي، يعني نضيف كامل المواد الجافه، ايضا نضيف السكر والخماره والملح. ايضا راح نجيب الماء دافي، راح ندير الماء دافي، راح نعبر بالكاس اللي عبرنا به. غادي ندير 3.5 كيسان ونص طريقه كاس تاني والنصف. خلط هذه المقادير، خلطت هذه المقادير لمدة 5 دقائق، ومن بعد نطفي عليه ونعاود نضيف له وحده خماره تاع الكاطو ونخلي ثاني ايضا يدرب 5 دقائق، وهكا يصبح البغرير تاعنا واجد. اذا بعد ما خلطت كامل المقادير تاوعي لمدة 5 دقائق، راح نضيف خماره الحلوى عندنا كيس، وايضا ونقعد نخلط لمدة 5 دقائق. يعني هذا البغرير بدون تخمير، يعني لما نخلطه راح يصبح لنا واجد. بعد ما خلطت الخليط تاع البغرير راح نفرغه في بول، راح يجينا بهذا القوام. يعني العجينة تجي شوية ثقيلة. من جهة أخرى عندي المقلة تاع ديك الخبرة تحمو باش نديرو فيها البغرير تاعنا. راح نخلي هذه الجهة بلا ما نوجد الحشوة تاعي. كما قلت لكم انايا عندي سلطة تاع ماسيدوان، راح ندير لها رش شاليم، وراح ندير لها مايونيز. هنايا لازم مايونيز ولا جبن طري هكا باش لافاغس تاعنا تكون حكمه روحها، و كي نجو نحشو بها البغريه تاعنا البغري تاعنا راه يحكم، راح يحكم. دوك تشوفوا معايا الطريقه. راح نضيف هنايا ايضا رشه ملح، هذه الطريقة. وتجي بنينة وتشبع، يعني تلهم. كمل التحضير تاع البغرير تاعنا. شوفوا البغرير القوام تاعو هذا هو. عندي كيما قلت لكم المقلة تاع الكخاب راهي سخونه. واش راح ندير؟ راح ندير غير بغريرات صغار
يجو كيما القطايف. بسم الله، هذا مكان بالخف راح يتقبلنا. قلت لكم هذا بغرير يعني بدون تخمير، ديرهم غير بهذا الشكل. عفوا، درت لهم الجبن المبشور، صفوا عنا بهذا الشكل. تكملي كامل الكمية تاعك هذه الطريقة. مع الجوانب ديري المايونيز باش تقدري تبلعيها، ايضا باش الفرماج يلصق لنا بهذا الشكل. يا راح نزيد الحشو. الطريقة عندي هنا يا فرماج عمر، سبحوا عنا هذا البغرير صالي بهذا الشكل. انا كمل كمية وشوفوا البغرير تاعنا المالح في صحن التقديم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي تاع المقبلة تاعنا بعد ما حطيناها في صحن التقديم. اذا كنت طيبتيها قبل اذان المغرب، معنى انك تحطيها في الطاولة تاعك تاع الاكل. اذا كنت طيبتيها قبل، ممكن تدخليها في الفرن باش تسخن، وايضا باش الفرماج تاعنا يذوب. زينتها برويشات قصبر، شوفوا ايضا اللون تاعها الذهبي، يجي لون بزاف شباب. ملاحظة، البغرير تاعك ما تخليش بزاف يتقرمش في فوق المقلة، لانه راح تكسر، والحبة الشكل تاعها ما يجيش شباب. اذا عجبتكم المقبلة تاع اليوم، ما تبخلونيش بجيم والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.